اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيديه. وتبارك الله عليهم متابعي قناه شوف تي في، وما شاء الله عليهم مجموعه من النساء اللي داروا يعني منتجات يدويه رائعه وعرضوها في المركب الاجتماعي بمناسبه اليوم العالمي للمراه. اكيد متابعي قناه شوف تي في اننا غادي نخليكم متابعي قناه الشعب مع النساء اللي تبارك الله عليهم كيديروا ديكورات داخليه وصناعه يدويه اللي هي جد رائعه، ونخليكم متابعي قناه الشعب معهم. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم احسان البخاري، بصفتي كاتبه في جمعيه الصفاء الوطنيه للتنميه المستدامه. بغيت نقدم لكم بعض الورشات اللي كتقوم بهم تعاونيه الصفاء الوطنيه مع شراكه مع التعاون الوطني. هاد الورشات اللي كتقوم بهم الجمعيه ديالنا كتقوم بالديكور الداخلي كيف كتشوفوا معنا، كاينين هنايا بعض اللوحات اللي تعلموا المستفيدات معنا. هذا صباغه على الزجاج كي كتشوفوا معنا، هي المنتوجات داروا صباغه على الثوب وداروا حتى التنبات في القفاطن كي كتشوفوا معنا، وداروا حتى واحد واستعملوا صراحه تقنيه جداد اللي فاجاتنا صراحه الاستاذه بهم، ما كرهناش. وكانت الاستاذه هي اللي تشرح لها التقنيات اكثر حيت هي اللي خدمات صراحه مع المستفيدات ديالها. كي كتشوفوا معنا هنا واحد التقنيه صراحه انا جاتني جديده واجتهدت فيها، كنقدم لها الشكر من هذا المنبر. كي كتشوفوا معنا هنايا خدمات في البلاطو، خدمات حتى في هاد الفوطات الصغيورين، خدمات على هاد لي كوان هادو، خدمات على الكويسات، خدمات على الطباصل. صراحه بهراتنا بهذا الشيء، وهذا الشيء زوين اللي قدمته الاستاذه ديالنا اللي هي استاذه وعضوه معنا في الصفاء الوطنيه، في جمعيه الصفاء الوطنيه. الله يبارك فيك. هي الرساله بخصوص اليوم العالمي للمراه اللي صراحه الرساله ديالي اللي بغيت نقدمها لجميع النساء المغربيات ولجميع نساء العالم، دمتم متالقات وجميلات والمزيد من التالق والعطاء، واجتهدوا واجتهدوا واجتهدوا. وشكرا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكل متابعي قناة شوف تي في. يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة الشعب، الديكورات اللي هي جد رائعة من يعني في البلاطو، في الزجاج، يعني في الكيسان، في الوسيد، في بزاف ديال الحوايج اللي تبارك الله عليها وما شاء الله عليها انها قامت بديكورات اللي الإدارة بهرت ايضا حتى الإدارة وخلتهم انهم يوصفوها بأستاذة اللي هي رائعة وراقية جدا. شكرا جزيلا لكل المتابعين، واكيد متابعي قناه الشعب غادي نخليكم مع منتوجات اخرين. السلام عليكم، انا زهاء ايتيلي، مؤطره ديال شعبات الفصاله والخياطه. وانا قبل ما نكون مؤطره شعبات الخياطه والفصاله انا خريجه ديال التعاون الوطني، والحمد لله تمكنت بانني نوصل بالمجهود ديالي والمساعده ديال المؤطرين ديالي، حتى انا اللي كانوا مؤطرين ديالي، انني نكون معلمه ديال الفصاله والخياطه العصريه. وتحت كاينين البنات تبارك الله دابا تحت الاشراف ديالنا، نخرجوا رائدات عاوتاني، وهما مستعدات انهم يكونوا يعطيو اكثر من داكشي اللي في جهدهم، لان هذا المجال هذا ديال الفصله والخياطه اللي هو اصلا مورد ثقافي مغربي، واللي كنتمنوا انه ما يتقطعش ويبقى يزيد للقدام، وفيه بزاف ديال النساء كيعطيو فيه اكثر واكثر. عندي من تبارك الله يعني بارك الله فيك. يعني الان كنشوف واحد التلميذه ناجحه تبارك الله عليها في المجال ديال الخياطه. عندي واحد الرائده اللي حتى هي تحت الاشراف ديالنا في الفصله والخياطه. بالمناسبه ديال اليوم العالمي للمراه، واش ايضا حتى الخياطه والفصاله يعني هاد الخياطه والفصاله زوينه؟ ملي كنت صغيره باش كانت ماما كتخيط نقول لها حيت نكبر ان شاء الله ادخليني شي جمعيه ولا شي حاجه باش نجي هنايا نخيط. الحلم ديالي الحمد لله تحقق، واخا هكاك باقا تنقرا وجايه هنايا تنخيط. المهم داكشي كلشي ما مشاش في الخوال، المهم درنا بعدا شي حاجه. الدراسه ديالك مزيان؟ مزيان الحمد لله، كلشي مزيان، واخا في الدراسه مازال تنخيط هنايا. المهم كنت نشكر الاستاذه ديالي اللي
يعني اللي اثرتك وبقات معك. شكرا لكم، شكرا كلشي المديره والاستاذه والاصدقاء اللي معايا، كاينين بزاف كلهم مجتهدين ان شاء الله. بارك الله عليك. مناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنهنئ جميع نساء العالم بهذا اليوم ديالهم، والحمد لله كنتمنوا انهم يكونوا دائما متالقات ودائما يثبتوا الذات ديالهم والثقه في نفسهم، والحمد لله راه حتى حنا كنساء راه عندنا ما نعطيو، مازال عندنا ما نعطيو. بارك الله فيك. انا مثلا هذه هنايا حيت كنديروا في صلاه عصريه، خياطه عصريه، هذه مثلا خميجه قفيطين، هذا داخل في اطار التقليدي، الخياطه التقليديه. هذا سروال عصري طيور. الله يبارك فيك. سول هنايا صايا خميجه صايا، هادو داخلين في الخياطه العصريه. عندنا قفطان، كسوة عصرية، كلمة أخيرة. شكرا جزيلا لهاد النساء متابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر، يعني في داخل المركب الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يعني عرضوا المنتوجات اليدوية نتاعهم تبارك الله عليهم وما شاء الله عليهم، منتوجات اللي هي جد رائعة متابعي قناة الشعب. ديكورات اللي هي منزليه داخليه فوق الزجاج والكيسان وايضا مجموعه وسيد، وكذلك خياطه والفصاله متابعي قناه الشعب اللي نساء رائدات ولاو تبارك الله عليهم استاذات انيقات وناجحات في هذا المجال، ونداءهم متابعي قناه شوف تيفي لاي مسؤول لاي غيور على هذا المنتوجات باش ما تنضطرش، انهم يحاول ما امكن يمدوا يد العون لهم لنساء تبارك الله عليهم بمدينه الرشيديه، انهم يديروا مثل هذه الديكورات وايضا الفصله والخياطه. دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه الشعب، ومن داخل المركب الاجتماعي بمناسبه اليوم العالمي للمراه وجهوا رساله للمراه المغربيه وكل نساء العالم ومنتجات اللي هي جد رائعه متابعي قناه شوف تيفي، واللي كنتمنوا ان حتى الوليدات تبارك الله عليهم انهم ينجحوا في هذا العمل. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، ونلقاكم متابعي قناة الشعب في بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله، ومزيد من النجاح والتفوق إن شاء الله لهاد النساء الرائعات والرائدات والأستاذات اللي في الحقيقة غادي يخليو بصمة كبيرة لساكنة مدينة الرشيدية بهاد المنتوجات اللي هي جد رائعة. نتمنوا لهم التوفيق والدعاء إن شاء الله معاهم في أي وقت وفي أي حين، وإن شاء الله متابعي قناة الشاب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله.